لكن انا بس عايز اقول ان زي ما اتقال كده اثناء كلمه السيد وزير الداخليه ان المنطقه والعالم بتمر بظروف صعبه جدا، وان احنا حرصنا في مصر ان احنا تبقى سياستنا سياسه متوازنه جدا في ظل هذا الاضطراب الخطير اللي موجود، واحنا حذرنا منه وقلنا ان استمراره ويعني هيؤدي الى عواقب خطيره في منطقتنا ويمكن في العالم، وبالتالي محتاجين في بلدنا مصر ان احنا نبقى متفاهمين لده ونبقى متمسكين بثوابتنا، ثوابتنا ان احنا حريصين على ان احنا نكون بنمارس سياسه تتسم بالتوازن والاعتدال والموضوعيه، وده اللي احنا ماشيين عليه بقالنا سنين. والحقيقه احنا في ظل الظروف اللي موجوده يعني على حدودنا الغربيه والجنوبيه، ودلوقتي بقالنا سنه تقريبا على حدودنا الشرقيه، والتطورات اللي بتحدث وانتم طبعا متابعين كل حاجه، هل ده يعني يجعل او يخلي شعب مصرنا ان هو يبقى شعب مصر قلق؟ بدون شك لازم نبقى قلقانين عشان التطورات اللي بتحدث خطيره جدا وممكن تؤدي الى يعني توسع او اتساع رقعه الصراع في المنطقه بشكل يؤثر على الاستقرار في المنطقه. واحنا يعني بقالنا تقريبا قناه السويس تقريبا اكتر من 50-60% من دخلها احنا فقدناه، اكتر من 6 مليار دولار خلال 7-8 شهور اللي فاتوا.